هل صح أن الإمام أحمد لديه رواية في عدم حرمة الاستمناء؟ أقول كما قال القرطبي: أصبحت قيل يا ليتها لم تقل. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يستدل بقول الله جل ذكره: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يستدل بذلك على التحريم والله أعلم.